السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. والبداية من المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة ذكرى انتفاضة تشرين وسط استمرار الأزمة السياسية بين القوى السياسية حول مستقبل البرلمان وتشكيل الحكومة. القوات الأمنية العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما انتشرت هذه القوات بكثافة في محيط المنطقة وأقامت تحصينات إسمنتية. وقد بدأت صباح اليوم مظاهرات شعبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين من عام 2019، التي خلفت حوالي 600 قتيل وأكثر من 25 جريحاً. المتظاهرون وغالبيتهم العظمى من الشباب رفعوا أعلام العراق وصوراً لعدد من ضحايا انتفاضة تشرين. وتأتي هذه الاحتجاجات هذا العام وسط أزمة سياسية تعصف بالعراق بين الأحزاب المختلفة حول تشكيل الحكومة ومستقبل البرلمان المعطل منذ شهور. معي هنا لمناقشة هذه التطورات هنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي العراقي عمار السواد، وكذلك من بغداد محمد حسن الساعدي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، إذا سمحت لي أن أبدأ معك، هذه المظاهرات المستمرة بشكل متقطع يعني بين فينة وأخرى لانتفاضة تشرين، كيف أحياها العراقيون اليوم في محاولتهم لاقتحام المنطقة الخضراء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك لضيوفك لمشاهديك الكرام. في البدء، قوة تشرينية في ذكرها السنوية الأولى عبرت عن مطالب الشعب العراقي، وعبرت عن مطالبها هي في يعني أن تحقق لها المطالب المشروعة، وهي مشروعة، وهذا ما كفله الدستور وكفلته كل القوانين العراقية. وشاهدنا أنه كيف تعاطت القوات الأمنية وكيف تعاطت كل الأجواء مع مطالبهم، سواء كان في 2021 أو حتى الآن. بالتالي اليوم يعني يوجد أكو شيء مهم عندنا في يعني في حركة تشرين، سميها ثاني حركة تشرين. حركة تشرين منذ تأسيسها إلى اليوم تعددت القيادات اللي بيها، ما هذا سبب لها نوع من الضعف في داخلها، وهذا الضعف انعكس في فاعليتها على الأرض العراقية، على يعني أرض التظاهر. بالتالي تظاهرها بدأ غير واضح المعالم. نعم، نراها عدة تسميات، ربما هناك من استغل هذه التظاهرات لتحقيق رغباته، أجنداته، أهدافه السياسية، لكن بالتالي تعددت هذه التسميات، تعددت هذه الألوان، يعني عكس ضعف في داخل الحركة التشرينية. عدم وجود قيادة محددة هو أحد الأسباب المهمة اللي نراها اليوم، يعني تعكس حالة عدم التركيز في أهدافها ويعني مطالبها الشرعية. طيب، يبقى معي أستاذ الساعدي. أستاذ عمار، كيف تنظر لهذه الذكرى؟ ما الذي حققته انتفاضة تشرين للعراقيين حتى الآن؟ وكيف تمر هذا العام تحديداً على العراقيين؟ مرحبا بك وبضيوفك الكرام المشاهدين. أعتقد أنه هناك جانبان من الحديث علينا أن نختار بينهما. هل نتعامل مع تشرين باعتبارها انتفاضة أو تظاهرات أو ثورة، سميها ما شئت، لتغيير نظام سياسي، أم أن على مباشرة، أم أنها نوع من الاحتجاج الذي ولد في العراق ويراد منه تأثيرات بعيدة الأمد؟ ما الفرق بين الاثنين، وما الذي تميل له؟ يعني كيف تقيم أحداث تشرين بالنسبة لك إذا لم تكن تعتبرها انتفاضة؟ أيا كانت، سواء كانت انتفاضة لهذا الغرض أو أنها احتجاج للتأسيس، أنا بالنسبة لي أميل للفرضية الثانية، أن هذه التظاهرات العراقية هي فعل ثوري كان يراد منه تغييرات سياسية معينة، لكن بالنهاية لم تكن هذه التغييرات متاحة أو ممكنة في ظل سيطرة قوى السياسية على الحكم بشكل ممتاز، وفي ظل أيضا في ظل عمليات الاغتيال التي جرت بحق ناشطي المتظاهرات، مراكز قوى التظاهرات الرئيسية، وهروب عدد من عندهم من العراق. بالنهاية نحن أمام وفي ظل أيضا عامل مقتدى الصدر الذي حاول في أكثر من مرة السيطرة على المظاهرات، بالنهاية توجيهها سياسيا باتجاهها. الواقع العراقي غير مؤهل وغير مستعد لتغيير جذري لخلق البدائل. طيب، فلهذا أعتقد نحن في الذكرى الثالثة، التظاهرات أو الاحتجاجات أنجزت شيء مهم جدا، الذي هو مواصلة ثقافة الاعتراض والاحتجاج على هذه المنظومة الحاكمة.
أستاذ الساعدي، لماذا يتعامل الأمن العراقي بعنف مع محتجي تشرين فيما يسمح لبعض القوى السياسية التقليدية التي تدعم أصلاً مطالب انتفاضة تشرين، يسمح لهذه القوى أن تتظاهر وتدخل المنطقة الخضراء وتدخل القصور الرئاسية وتقتحم البرلمان؟ طبعاً احنا في متابعات يومية دقيقة حقيقة، وأنا اليوم يعني منذ الصباح نتابع الأخبار دقة بدقة. كانت القوات الأمنية يعني حقيقة أمينة على أرواح الناس، أمينة على هذه التظاهرات، أمينة على الأخوة التشارنة، بالتالي لا أعتقد أن القوات الأمنية لديهم أوامر وتوجيهات محددة ومركزة بمنع الاحتكاك، بمنع اللجوء إلى السلاح، بمنع استخدام أي سلاح مهما كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً. لذلك أعتقد أن التشرينيين اليوم وتظاهرات اليوم عليها أن يكون هناك مبدأ لديها في فرز المناهج. هناك من يحاول من داخلها أن يعكر حركتها، أن يستغلها استغلالاً سيئاً من خلال خرق ربما استخدام السلاح المنفلت، من خلال استخدام السلاح ضد القوات الأمنية. ولكن استخدام السلاح يعني شاهدناه أيضا في مظاهرات تيار الصدري، ولم تمنع من اقتحام البرلمان واقتحام القصر الرئاسي ودخول المنطقة الخضراء. لماذا يمنع متظاهرو تشرين إذا؟ نعم نعم، طبعا هذا السؤال ينسأل إلى حكومة السيد الكاظمي، لماذا أصبحت الخضراء وأصبحت المؤسسات الدولة وأصبحت المؤسسات الحكومية هرجا ومرجا لتظاهرات التيار الصدري قبل كم يوم؟ ولماذا وصل التيار الصدري بتظاهراته إلى قبة البرلمان وبقى أكثر من أسبوع أو 10 أيام في داخل قبة؟ هذا المفروض السؤال يسأل إلى حكومة السيد الكاظمي والقائد العام، كونه هو القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي يعني مثل هذه التظاهرات اليوم، لا أعتقد، أنا متابع بدقة، لا أعتقد أن هناك أي استخدام للسلاح، بل بالعكس لدينا اليوم 27 جريحا من القوات الأمنية ولدينا 14 جريح مدني في التظاهرات. حقيقة هناك من يحاول استغلال التظاهرات لأجندات هو يعرفها، يحاول ركوب موجة التظاهرات التشرينية، يحاول استغلال هذا الحشد وهذا الدفع وهذا المطالب من أجل يعني إسقاط أكثر عدد من الضحايا بين القوات الأمنية أو بين المتظاهرين. أستاذ عمار، هل ترى تمييزاً من قبل القوات الأمنية بين متظاهرين ومتظاهرين؟ يعني ما شهدته مظاهرات التيار الصدري من ربما فتح الأبواب، البعض يقول فتحت العاصمة لهم، فتحت القصور الرئاسية، فتح البرلمان، لماذا يتعاملون وأقصد الأمن الآن بعنف مع متظاهري تشرين؟ بالتأكيد هناك تفريق واضح وصريح، هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها المتظاهرين غير الحزبيين من الدخول المنطقة الخضراء ويسمح فيها لغيرهم عدة مرات. جرى هذا الأمر في زمن حكومة العبادي واتهم العبادي بوجود توافق بينه وبين مقتدى الصدر في وقتها لاقتحام البرلمان سنة 2016، وبعد ما كبرت القضية وخرجت الأمور من إيده دخل بشكل أمني لإخراج المتظاهرين. والمرة الأخيرة التي جرت مؤخرا كان هناك اقتحام، ليس مجرد اقتحام، كان هناك اقتحام مسلح للبرلمان. مقتدى الصدر أرسل جماهير مجاميع مسلحة، بعدين تبرأ من عندهم أو قال أن هؤلاء خرجوا. هذا التصرف هو ينم عن أحد احتمالين، إما أن هناك خوف لدى السلطة الحاكمة، السلطة التنفيذية، يعني الكاظمي بين قوسين في هذه النسخة، إما لديه مخاوف ولا يستطيع أن يواجه هذه القوة، أو هناك تواطؤ بينه وبين مجموعة مقتدى الصدر. فالتدخل الذي تم في مواجهة متظاهري تشرين في محيي ذكرى تشرين وما جرى بالتأكيد هو تدخل ضد عزل ينم عن ازدواجية، عن تعامل بازدواجية بين القوى الحزبية، المتظاهرين الحزبيين، سواء متظاهري إطار أو متظاهري مقتدى الصدر والمتظاهرين غير المتحزبين. هل ترى أفقاً لمطالب المحتجين التشرينيين بالنسبة للوضع السياسي في العراق؟ أنا لا أعتقد، أن من وجهة نظري أن الطبقة أو منظومة الخراب الحاكمة الآن في العراق فقدت أسباب بقائها كأسباب، لكن هل هناك أسباب كافية لسقوطها؟ حتى الآن لا. ما تريد المطالب الاحتجاجية، الحراك الاجتماعي الممتد من سنة 2011 حتى هذه اللحظة، ما يراد هو إنهاء هذه المنظومة، هو إصلاح، هو إنهاء الفساد، هو صناعة دولة بين قوسين، لأن الدولة غير موجودة الآن، هناك مجموعة سلطة أحزاب. هذا الأمر
هو ما يريد المتظاهرين، هل السلطة السياسية الحاكمة أو المجاميع السياسية الموجودة في الحكم قادرة على توفير هذا؟ لا أعتقد. ذهابها أيضا مستبعد في المدى المنظور. فبالنهاية هي معركة، لهذا أنتقل لك، أعود بك إلى الاحتمالين، السيناريوهين الاثنين. لهذا هذه الثقافة هي تؤسس وجود وقاعدة اجتماعية كاملة لبناء مستقبل في حال سقوط هذه الطبقة السياسية، لإسقاطها عبر وجود بدائل اجتماعية. المجتمع يجب أن يكون مؤهل بالكامل لذهاب هذه المجموعة الحاكمة الآن في العراق. سيد الساعدي، الآن حول الأزمة العراقية، أين تقف الأزمة العراقية الآن؟ هل ترى أن بعض التنازلات للأطراف السياسية في العراق يمكن أن تفضي إلى تسريع تشكيل حكومة؟ إذا تسمح لي بتعقيب بسيط، أولاً إحنا لدينا دولة، الدولة العراقية حاضرة موجودة بمؤسساتها التشريعية، بمؤسساتها القضائية، بمؤسساتها التنفيذية، والكل عامل. نعم الخلافات السياسية بين القوى السياسية ربما انعكست على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع اليومي. لا، أنا أختلف تماماً مع من يقول إنه لا توجد دولة. لا، لدينا دولة ولدينا مؤسسات تشريعية قائمة، لدينا برلمان. نعم البرلمان اخترق من قبل فئة كانت مشاركة في العملية السياسية وخرجت بمحض إرادتي، هذا موضوع آخر أنا لا أريد أن أدخل به، هو يحتاج إلى حلقة كاملة. ولكن هناك استعصاء سياسي، أليس كذلك سيد الساعدي؟ الآن نعم، العراق هذا تجاوز هذا كل المهل الدستورية لتشكيل الحكومة. نعم أستاذ جمال، هذا لا يلغي أنه لا توجد دولة، لا، دولة موجودة، أركان الدولة موجودة، مؤسسات الدولة موجودة. نرجع إلى سؤالك الكريم، نعم الحوارات ما زالت موجودة، وصلنا إلى تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، واللي مكون من قبل الإطار والقوى سيادة وعزم والحزبان الكرديان وحركة بابليون. عقدت هذا الائتلاف جلسته الأولى يوم الأربعاء الماضي، وبحضور عدد نواب 223 نائبا، استطاع من تجديد الثقة للسيد الحلبوسي، والجميع يعلم تجديد الثقة للحلبوسي للخروج من عباءة التيار الصدري والانتهاء من هذا الضغط السياسي الذي كان يمارسه التيار الصدري على السيد الحلبوسي. هذا جانب. جانب آخر، الانتهاء من انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالتالي هم يعني متفقون تماما ومتوافقون على تشكيل حكومة بأقرب وقت ممكن. لدينا مشكلة في الأخوة في الحزبان الكرديان، إذا انتهت مشكلة التوافق على رئيس جمهورية خلال الأيام القادمة، أعتقد أنهم بمعلوماتي الخاصة أنهم متفقون على رئيس جمهورية متوافق عليه بين القوى الكردية. إذا انتهت هذه المشكلة، نعم سوف تكون تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. هل أنت متفائل أيضا سيد عمار السواد بانتهاء أزمة تشكيل الحكومة على الأقل يعني خلال أيام؟ نعم، أزمة تشكيل الحكومة ستنتهي خلال أيام أو قريبا، لكن بالنهاية ستظهر أزمة جديدة، لأن مقتدى الصدر لن يجلس ساكتا، بالتأكيد لديه ما في جعبة. ما هي الأزمة القادمة برأيك؟ الدعوة لانتخابات مبكرة، مزيد من التظاهرات والاحتجاج، الصدرية طبعا لأن مراكز القوى المدنية غير الإسلامية أو غير الحزبية خلينا نسميها فقدت ناشطيها للأسف، فقدت قدراتها، اغتيلوا، قتلوا، مورس عليهم كل أشكال الترهيب، فلهذا الآن هم تراجعوا خطوة إلى الوراء، وبالنهاية لديهم أيضا مخاوف من أن يستغلهم مقتدى الصدر من جديد، فلهذا تركوا الساحة. ولاحظنا أن الساحة العراقية فارغة إلى حد ما من التظاهرات التي كنا نشهدها، لأن الوضع ما زال مبكر على تظاهرات كبيرة على هذا المستوى. نعم، أنا أعتقد أنه ستشكل حكومة، لأن يراد خطوة الحلبوسي الأخيرة كانت في اتجاه إعادة تشكيل حكومة معينة، هي إعادة شرعية للبرلمان وليس فقط إعادة شرعية له شخصيا، أراد كرسالة إلى مقتدى الصدر ومن انتخبه هم الإطار والأكراد. بالنهاية نحن أمام هذه المرحلة، تشكيل حكومة بالتأكيد ستشكل، أزمة جديدة ستولد، لكن هل أنا متفائل على وضع البلد وتأسيس دولة حقيقية في العراق؟ لا، بالتأكيد لن أكون متفائلا، لأن وجود دولة ليس رهن بوجود برلمان ووجود قضاء، وجود دولة بتفعيل هذه السلطات وليس بتحويل البرلمان إلى أداة بيد قادة الكتل، والقضاء يكون أضعف من مراكز القوى، والسلطة الكاظمي موظف الآن، الكاظمي مجرد موظف لدى الأحزاب، لا يستطيع القيام بأي خطوة، يدعو للتهدئة بين يهدو وهو يمثل الأحزاب. لماذا يعني تريد عزله عن الأحزاب إذا كان يحكم باسم الكتلة الأكبر في البرلمان؟ هو ليس يحكم، لا يحكم باسم الكتلة، من المفروض طبعا يحكم باسم توافق تم إيران بين مقتدى الصدر و
كتلة الفتح بين هادي العامري والصدر، وبالنهاية هذا التوافق سقط معيناً بموجب ما حدث مؤخراً. فبالنهاية نحن أمام رئيس وزراء يدعو إلى التهدئة وليس هو المسؤول المباشر عن التهدئة. رئيس الوزراء يفترض بيده صلاحية الدولة، لهذا حين يقال لا يوجد في العراق دولة، يوجد في العراق منظومة سياسية حاكمة، هذا الكلام لا ينطبق على عدم وجود دستور أو لا تفعيل المؤسسات الدستورية غير القادرة على التفعيل الآن. الكاتب والإعلامي العراقي أستاذ عمار السواد، شكرا لك، كما أشكر الكاتب والمحلل السياسي من بغداد أستاذ محمد حسن الساعدي.